بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم سلسلة سنقول لكم كمبيوتر. إعداد وتقديم محدثكم إبراهيم عبد الحميد من غمر المنصورة مصر. رقم التليفون 0165-47-329 أو 0017-522-96. شكر خاص لكل من بالترتيب الزمني حسب الأقدمية: حسين، سامي، السيد، أحمد، شفيق، ندى، كنزي، عمرو، زهرة الفردوس، صفناس، فاروق، إيمان. إيميل السلسلة firstyear_1988@yahoo.com. دلوقتي احنا عايزين نبدأ كخطوة من خطوات التوسع اللي شغالة فيها سنقول الكمبيوتر في حاجات كتير في الكمبيوتر، تعليم الأساسيات. فعايزين نبدأ في سلسلة اسمها احترف صيانة جهازك. عايزين نبدأ في سلسلة اسمها احترف صيانة جهازك. السلسلة دي هيبقى فيها مراجعة على الحلقات اللي فاتت، لأن في ناس ما بتبقاش شافت الحلقات القديمة، وفي ناس بتبقى نسيت المعلومات اللي فيها، في ناس ما بتقراش الكلام فبتنساه وبتحتاج انك تذكرها بيه في الفيديو. كل الحاجات دي انا بحاول اراعيها. يا ريت الناس المحترفة او الناس الكويسة او القوية او اللي عندها المعلومات ديت ما تزعلش من تكرار المعلومة اكتر من مرة، وتحاول تتجاوب معانا، وكل مرة ان شاء الله هتلاقي دي. فعايزين نبدأ سلسلة اسمها احترف صيانة جهازك. السلسلة دي وظيفتها ان هي هتخليك راجل مؤهل لصيانة الجهاز، يعني هتخليك في مستوى مثلا فني كمبيوتر اول. فني كمبيوتر اول يعني فني كمبيوتر لسه متعين، هم بيسموه فيرست يير تكنيشن، قصدي اسمه فيرست فيرست ليفل. يعني ايه المستوى الاول؟ يعني تكنيشن بس من ايه، من الدرجه الاولى للكمبيوتر، اللي هو الواحد اللي مثلا بيبقى في مراكز الكمبيوتر شغال بايده، لسه جاي ولسه بيتدرب لسه بيتعلم حبه حبه، سنه سنتين بتلاقي بقى راجل محترف، وراجل بيصلح اجهزه كتير، وراجل عنده خبره من نظره واحده ممكن يعرف الجهاز فيه. فاحنا عايزين نبدا، لان المستخدم العربي او الناس اللي ماشيه معانا في سوق الكمبيوتر، طبعا مش كل المستخدمين العربي بيتفرجوا على السلسله او الكمبيوتر طبعا، انا قصدي يعني ان يبقى الحاجه دي موجوده عندنا، انك تبدا تاخد الصيانه صيانه الجهاز بتاعك، الجهاز الشخصي، وتتعرف على الموضوع ده بحيث انك تسهل عليك عمليه الصيانه. ليه؟ ايه اسباب الفكره ديت او ليه خطر في دماغي؟ اولا ممكن تساعد ناس ان هي تشتغل في مجال الصيانه، يعني ممكن واحد من الناس بعد ما اللي يتعلموا في سنه اولى الكمبيوتر ده يشتغل في مجال الصيانه، يفتح محل الصيانه ويبدا يعمل صيانه للناس اللي مش عارفه في الكمبيوتر. تاني حاجه ممكن يعلم الناس الصيانه، فالحاجتين دولت ممكن يكونوا وسيله لانه يكون له دخل يعني من الموضوع ده، سواء كان دخل بسيط دخل كبير مش مشكله، بس انا قصدي يكون عنده ايه مهاره معينه، لو ما كانش عنده قبل كده هيتوفر. دي حاجه. وانا اعرف ناس استفادوا من سنه اولى كمبيوتر وبداوا ان هم يخشوا في مجال الكمبيوتر ويدربوا ناس، يعني كخطوه اولى للتدريب الاولي وكده، يعني ممكن تكون حاجه كويسه. واعرف مدرسين كمبيوتر، واعرف ناس مهندسين كمان، يمكن تكون ما يكونش تخصصهم كمبيوتر، المهم الناس كلها في بدايه طريق الكمبيوتر، ف شافت السلسله وعجبتها وبدات تتجاوب معانا الحمد لله. فانا قصدي الفكره دي مطروحه وناس عملتها، فما تحطش في دماغك انها صعبه، يعني الناس عملتها فعلا. دي حاجه. تاني حاجه بقى الجانب الشخصي، ان هو انت مش هتشتغل في صمت الكمبيوتر ولا هتعلم حد الكمبيوتر، بس عندك كمبيوتر عايز تصلحه، عطل منك في اي وقت، عاوز تظبطه، عاوزه يشتغل بكفاءه عاليه، عاوز تبقى فاهم الجهاز ده عباره عن ايه، يعني عندك شغف في الموضوع، كل الحاجات دي هنحاول نمشي في خطوه خطوه في موضوع احترف في صمت الجهاز، وتبدا خطوه خطوه الموضوع انك تتعلمه وتحترفه خطوه بخطوه. غير كده في نقطه لازم تكون انت فاهمها كويس، هي ان الراجل اللي بيصلح لك الجهاز ده احيانا كتير بيبقى الموضوع اللي بيعمله موضوع سهل جدا، يعني مثلا ممكن تروح لواحد عشان يقول لك الجهاز بايظ وبقاله 3 اشهر ما بيشغلوش، تكتشف في الاخر ان سبب ان هو الجهاز مش شغال ان الرامه معلقه، يعني الرامه اتهزت، الجهاز وحد ماشي قام خبط الكيسه قامت الرامه اتهزت مثلا، فقام الجهاز ما بيشغلش.
تقول له طب يعني طب ما فيش حد فكر يفتح الكيسة ويشيل الرامة ويحطها الجهاز هيشتغل؟ ماشي، فدي حاجة بسيطة. ممكن واحد بتاع سايق كمبيوتر توديه انت الكيسة ويقول لك ده لازم تسيب لي الكيسة دي يومين، ده في مش عارف ايه وبتاع. طبعا الحركات اللي احنا عارفينها ديت من الناس اللي ايه بتحاول تستغل الناس وبتحاول تاخد فلوسك اكتر من حقك. يعني هو انت لو هتشيل الرامة وتحطها ده، ولنفرض مثلا انك مفروض تاخد واحد او اتنين او تلاتة من عملة البلد، كويس، ليه انت بتاخد 10 20؟ هي دي الفكرة. يقول لك اصل انت بتعاملني على اساس خبرتي، يعني انا راجل عندي خبرة، راجل شغال في المجال ده بقالي 5 سنين، فان انا اشتغل في حاجة زي ديت حاجة مش سهلة، حاجة انت محتاج تدفع لي. اقول له ماشي، بس ده لو انت كنت حاجة اولا عملة نادرة ما حدش يعرف الموضوع انت بتعمله، تاني حاجة لو انت، انا اسف طبعا انا بتكلم مع حضراتكم في الكلام ده كله، بس كل ده في مجال الكمبيوتر، كل ده مؤهلات وحاجات بحيث تفهمك عالم الصيانة. لان عالم الصيانة مش هي صيانة الجهاز، هي الجو اللي حواليه كله. تقول له لو انت كنت عملة نادرة، ولو انت كنت عملت حاجة، لو انت كنت تعبت، او لو الحاجة ديت ما حدش يعرفها غيرك، فهنا انت بتدفع قيمة المعلومة. يعني في قصة امريكية شهيرة جدا عن الراجل اللي راح يصلح سفينة، فده كان ميكانيكي، فراح يصلح السفينة، فصاحب السفينة قال له الموتور عطلان واحنا مش قادرين نشتغل ومش قادرين نطلع بالسفينة وكده، فقال له ماشي، فشغل الموتور، الموتور أصدر صوت معين، عرف إن في عطل معين في السفينة. راجل بقاله ميكانيكي 20 25 سنة، فمجرد الصوت يسمعه يعرف العيب في الموتور إيه. فقام دخل على الموتور في مكان معين ومسك مطرقة، مسك شكوش يعني، أو مسك حاجة جامدة، ضغط على الموتور في أماكن معينة، حاجة معينة كانت معلقة، حاجة معينة كانت دايبة، بدل حاجات بسيطة. المهم يعني الموضوع ما خدش في إيده مثلا 5 دقايق أو 3 دقايق، حاجة عملها بسرعة. فبعدين هو خارج قال للراجل السفينة صلحت والموتور اشتغل وبتاع، قال له طب عايز كام فلوس؟ قال له 10,000 دولار. فالراجل استغرب، قال له 10,000 دولار، هو انت عملت حاجه؟ يعني كون ان واحد يصلح سفينه ياخد 10,000 دولار ده حاجه معتاده، يعني حاجه مألوفه، مش مبلغ كبير، كويس، او مبلغ كبير يعني بس مش كبير قوي، يعني حاجه ايه، حاجه عاديه، في ناس بتصلح سفن بتاخد كده. بس ايه، هو بيتكلم الراجل على حجم الشغل، انك اولا ده انت اشتغلت 3 دقايق، ثانيا ده انت ما تعبتش وما بذلتش مجهود وبتاع، يعني لا وقت ولا مجهود، طب اديك فلوس على ايه؟ فالراجل قال له بتاع صاحب السفينه، قال له ده اي عامل من العمال كان عمل انت عملته ده؟ فورد عليه قال له اجابه ذكيه، طب لما هو اي عامل من العمال هيقدر يعمل اللي انا عملته ده، ما خليتش العامل العمال عامل من العمال اللي عندك يعمل الموضوع ده ليه؟ كويس؟ طب قال له طب انا هدفع لك برضه 10,000 دولار عشان ايه؟ قال له ده انت خبطتها بالشاكوش مره ولا مرتين، اديك فلوس على 10,000 دولار على خبطها بالشاكوش؟ قال له لا، انت هتديني دولار واحد على الخبطه بالشاكوش، يعني انا خبطت البتاع، جبت المطرقه ولا الشاكوش ولا الاداه اللي هي بتاعت الخبط ديت، قمت خابط بيها البتاع، انا بقول المطرقه عشان الناس يمكن ما كنتش عارفه اللغه العاميه المصريه شويه في الالفاظ دي، فيعني تكون معانا الاخوه العرب يعني بيتفرجوا على السلسله. فخبطها الموتور اشتغل، فهو ساله قال له طب 9,999 دولار الباقيين ادهم لك ليه؟ قال له ثمن الخبره، ثمن الخبره، ثمن المعلومه. اذا المعلومه هنا ديت ليها قيمه، ليه؟ لان ده واحد بيصلح سفينه، واحد بيصلح طياره، واحد بيصلح، يتمنى كام؟ تمنى بالملايين، فانت لما تصلحها بالالوف عادي، كويس. انما جهاز الكمبيوتر في اولا ناس كتير جدا مش متخصصه تعرف تصلحه، في نفس الوقت يعني انت مش عمله نادره، في نفس الوقت انت ما عندكش حاجه، والمعلومه اللي عندك دي معلومه شائعه. انت كل اللي انت عملته في الحاله ديت هو انك استغليت جهل الراجل اللي قدامك بالكمبيوتر وعدم معرفته ان الموضوع سهل ولا صعب، او انت بذلت مجهود ولا لا، واستغلت الموضوع ده. واحيانا كتير بيحصل ان كلامي موجه للراجل بتاع الصيانه، استغلت جهله وخدت منه فلوس كتير، واحيانا كتير بتعمله بقى زي ما احنا بنقول عندنا من بحر طحينه، تقول له ده انا عملت كذا وكذا وكذا وكان في كذا وكذا وكذا، ويقوم ايه قايل له لا ده انت لازم تدفع 50 جنيه، لازم تدفع 100 جنيه، كويس، على ايه؟ هو ما عملش حاجه، شويه تظبيط وكده.
طبعا كان في واحد من اسكندريه ربنا يكرمه اتصل بي كلمني قصدي على الايميل وقال لي على الموضوع ده وقال لي يا ريت ما صيانه الكمبيوتر يعني كان بضحك يعني ريت صيانه الكمبيوتر ما تخشش في الصيانه انك انت لو دخلت في الصيانه وعلمت ده الصيانه هتوقف عشت. فانا قلت له طبعا لا مساله الرزق دي مساله بيد الله سبحانه وتعالى ولازم الناس تتعلم الصيانه وان شاء الله ندخل في موضوع الصيانه والحاجات الاساسيه في الصيانه. فده بس كانت مقدمه عن الـ عن الايه عن حاجه او فرع جديد من فروع السيستم اللي هو الكمبيوتر او حاجه جديده من الحاجات اللي احنا بنحاول نعملها هي تعرف صيانه الكمبيوتر. فانا عاوزك تبقى تعلم اساسيات الصيانه دي بحيث لما يحصل مشكله بسيطه في الجهاز انت اللي تحلها، زي اللي بيشتري عربيه. اللي بيشتري عربيه لازم قبل ما يشتري عربيه يتعلم السواقه ويتعلم اساسيات الميكانيك، ان هو يتعلم ان هو يبدا يتعامل مع العربيه الحاجات البسيط. مش بقول له يفك العربيه، العربيه ديت 10000 بارت، العربيه الاجزاء المكونه ليها 10000، ما بقولوش فيك ال 10000 واركبهم تاني، بقول له ايه؟ اتعلم الحاجات الاساسيه بحيث لو حاجه معينه حاجه بسيطه عطلت منك باظت منك تقدر تغيرها، تقدر تصلحها، تقدر فدت كاوتش مثلا نامت تعرف تغيرها كده، بحيث انك ايه الراجل هتستخدم الحاجه دي فلازم تبقى عندك اساسيات التعامل معاها. هي دي الفكره، وهو ده بشكل مختصر جدا هدف صيانه كمبيوتر، انك يكون عندك تكون مؤهل للاساسي. ارجو ان تكون الصوره وضحت، وارجوكم سامحوني على المقدمه الطويله ديت بحيث بس ان الصوره توضح في السلسله اللي احنا هناخدها في المنهج اللي احنا هناخده بتاع احترف صيانه جهازك. احترف صيانه جهازك دي هتقعد كذا حلقه، هنقول احترف صيانه جهازك حلقه واحد، حلقه اتنين، حلقه تلاته، حلقه اربعه، هتغطي موضوعات كتير. المهم في الاخر هيبقى في موضوع الصيانه متكامله. قررت ان شاء الله ان احنا نبتدي بكتاب كويس جدا اسمه المنهج الصحيح لمن اراد الصيانه الكمبيوتر والتصليح، تجميع وصيانه الحاسب الالي، المنهج الصحيح لمن اراد صيانه الكمبيوتر والتصليح التصليح اعداد الماده العلميه وصياغتها، صالح ابن عبد الرحمن ابن ابراهيم السدراني وصالح ابن عبد العزيز العم، ده الاصدار الاول من الكتاب. فطبعا عاملين مقدمه بيقولوا ان مش من حق يعني مثلا مش شرط المفكرين الادباء هم اللي يعملوا كتب، ولكن اصحاب الخبرات العمليه كمان ممكن يقدموا الناس خبراتهم العمليه دي. هنبتدي بالكتاب ده ونمشي معاه، والحاجات اللي هي شرحناها قبل كده في السلسله هنحاول ان احنا نعرج عليها سريعا، يعني نمر عليها قصدي بسرعه عشان الناس تبدا تتفاهم الحاجات اللي الناس اللي تتابع موضوع الصيانه بس تبقى فاهمه معانا وما تحتاجش انها ترجع للحاجات القديمه. اللي عايز يتوسع طبعا عنده الحلقات القديمه موجوده على الانترنت من نفس المكان اللي هو بيجيب منه الحلقات، الحلقه اللي وصلته ديت، او لو ما عرفش ممكن يرسل على الماسنجر او يبعت لي يتصل بيه على الموبايل ونتواصل ونعرف ازاي نقدر نوصل له الحلقات اللي هو محتاجها. الاول طبعا الباب الاول مقدمه وتعريف. اولا تعريف الكمبيوتر، هو الكمبيوتر بيقول لك ان له، انا همشي مع منهج الراجل وبس هقول ايه تحفظاتي عليه او تعليقاتي عليه، نفس ما الاثنين دولت ماشيين. طبعا نشكرهم شكرا جزيلا على الكتاب ده، ونرجو ان هو يكون حاجه كويسه ونستطيع ان احنا نستخدمه كخطوه اولى في موضوع احترف صيانه الجهاز ونتوسع بيه شويه بشويه. ده طبعا الكتاب قديم شويه، ففي الاجزاء القديمه قوي مثلا اجزاء بتاع ويندوز ميلينيوم او الاجزاء بتاع ويندوز 98 دي هنشيلها خالص مش هنتكلم فيها، هنتكلم من اول اكس بي. السلسله بادئه من اول اكس بي، هو ده النظام من اول نظام تعترف فيه السلسله، واللي بعد الاكس بي ده ان شاء الله تباعا هنبدا نتوسع. المهم فهي بتتكلم على ان اهم مميزات الجهاز الالكتروني المسمى بالحاسب الالي، اولا ان هو بيقدر يدخل ويخزن البيانات اللي هي الارقام والحروف اللي جايه. اي حاجه موجوده على الكمبيوتر انت بتتعامل معاها عباره عن بيانات دخلت الجهاز، حتى الصوره حتى الفيديو حتى كل الكلام ده عباره عن بيانات. الاصل في الكمبيوتر ان هو كان بيتعامل اول ما عملوه خالص مع بيانات عباره عن حروف وارقام وعلامات. الحروف اللي هي الايه الف ب ت او اي بي سي، الارقام 1 2 3 او 1 2 3، العلامات اللي علامه الاستفهام، علامه التعجب، علامه الدولار كده كويس. فهو الاصل في الكمبيوتر هو كان بيتعامل مع الحاجات دي، وكمان خاصيه من خصائص الكمبيوتر ان هو بيقدر يعمل عمليات اللي هي بتاع الاله حاسبه، الجمع والطرح والمقارنه بين القيم والحاجات دي، العمليات الحسابيه اللي من الشكل دي كويس. اتطور الكمبيوتر اكتر بعد كده واستغلنا الحاجات دي في ان احنا عملنا الجرافيكس وعملنا الصور وعملنا الحاجات ديت. سنه بسنه بقى الكمبيوتر متطور وبقى له اكتر من ايه من اسلوب للحاجات اللي موجوده ديت عليه، انها بتعرض اكتر من شكل واكتر من طريقه واكتر من اسلوب يعني.
طبعا امكانيه برمجه الكمبيوتر دي برضو عملت هتفرق مهوله، ان انت برمجت الجهاز يعني علمته يعمل حاجه معينه، اديته تعليمات واوامر، الحاجات دي خليته مؤهل انه يقوم بشويه من الايه من المهام المطلوبه منه. جهاز الكمبيوتر ممكن نعرفه زي ما هم معرفين على انه جهاز الكتروني يمكن برمجته لكي يقوم بادخال ومعالجه البيانات وتخزينها واسترجاعها واجراء العمليات الحسابيه المنطقيه عليه. كل الوظائف دي الكمبيوتر بيقوم بيها، ان هو بيبرمج، ان هو بيحفظ شويه اوامر بيعملهم، بيعالج البيانات يعني يجمع ويطرح ويعمل الحاجات اللي فيها تفكير صناعي ديت، ويخزن البيانات ويحطها عنده ويسترجعها في الوقت اللي انت تطلبه منه، يعني ترجع تشوفها وتوجد العمليات الحسابيه اللي هي زي الجمع والطرح والضرب والقسمه والعمليات المنطقيه الاكبر منه واصغر منه واكبر منه او يساوي واصغر منه او يساوي كده. انواع اجهزه الكمبيوتر بيقولوا ان هم ثلاثه اصليين، اولا حاسب الشخص اللي هو بيستخدم الكمبيوتر اللي هو حاسب معمول لشخص معين زي الحاسب المكتبي بتاع اللي بيتوجد على المكتب، والحاسب المنزلي الموجود في قلب منزلك اللي هو طبعا ايه له شكل واحد، الحاسب المكتبي والمنزلي بقى موجود في المكتب حاسب شخصي، وده حاسب شخصي برضه اتنين ديسكتوب، حاسب المحمول والحاسب المساعد والحاسبات الصغيره اللي هي ايه زي الموبايلز الحديثه اللي هي الايه اللي مثلا الجيل الثالث من الموبايلات. كويس. اللي بعد كده عندك السيرفر الكمبيوتر هو حاسب الخادم، ده حاسب شغال على طول امكانياته مش عاليه قوي وامكانياته متوسطه، بس كل الموضوع اللي بيبقى فيه شويه عملاء حبه ناس بيبقى بالنسبه لهم السيرفر الكمبيوتر ده هو المغزى بيشتغلوا عليه. فطبعا ده بيبقى موجود في الجامعات والشركات اكتر، لان الجامعات بيبقى فيه قاعده بيانات الطلبه ودرجات الطلبه والحاجات دي، والشركات كذلك العملاء الحاجات دي، فبنحتاج ان البيانات تكون متجمعه في مكان واحد هو السيرفر، وبعدين كلنا نخش عليه نتعامل معاه. في المين فريم الحاسب المركزي، الحاسب المركزي ده بقى له امكانيات مهوله، فغالبا بنستخدمه في وزارات الدفاع والطيران والحاجات اللي لها علاقه بالقوات المسلحه وكده، اما امكانياته مهمه. الحاسب المركزي ده برضه ممكن يبقى موجود في محطه في مفاعل نووي يعني الحاجات دي بالشكل ده. الورك ستيشن محطة عمل بيبقى برضو مكان المعلومات مجمعة فيها والبيانات مجمعة فيه، بس هو جهاز لمستخدم واحد ناس بقى بتتعامل معاه من خلال الموضوع ده بقى في المختبرات والمصانع. ورك ستيشن يعني انا بحط بقى البيانات بتاعة التجارب والحاجات دي على حاجات زي ورك ستيشن، وبوصله باكتر من جهاز كمبيوتر عادي، بحيث ان انا اول ما عاوز بيان من البيانات بقدر اوصله بكل سهولة. حاسب التحكم دي الحاسبات اللي بتبقى موجوده مثلا في المطارات عشان تتحكم في الطيارات، واللي بتبقى موجوده في المصانع عشان تتحكم في المكن والحاجات دي، وكذلك موجوده في وسائل الاتصال زي السنترالات. نيجي بقى لطبيعه تمثيل البيانات في الحاسب الالي. البيانات ازاي بتتمثل؟ هنا بيتكلم في نقطه مهمه قوي طبعا انا اشرت ليها قبل كده، بس طبعا حاجات انا اشرت ليها اشرحها بسرعه بس ايه بس بوضوح برضه وباختصار. اصلا دلوقتي الحاسب اللي هو الجهاز الالكتروني ده بيعتمد على حاجه اسمها نبضات اللي هي الاشارات الكهربائيه، يعني بيعتمد على الكهرباء اللي بتبقى ماشيه في الايه في السلوك دي. فالاشاره الكهربائيه ديت حاجه من اتنين، يا اما الكهرباء موجوده يا اما مش موجوده. فقال لك طب هي لو موجوده هنرمز لها برمز واحد، لو مش موجوده هنرمز لها برمز صفر. يبقى كده الكمبيوتر اللغه اللي بيفهمها هي لغه مكونه من حرفين بس، يعني مثلا مش زي اللغه العربيه ولا زي اللغه الانجليزيه، لا اللغه اللي احنا بنتعامل معاها دي لغات بيتعامل معاها العقل البشري، انما الكمبيوتر بيفهم لغه مكونه من حرفين اللي هي الواحد والصفر. كويس. فقال لك طب عن طريق الواحد والصفر دي هنكون لغه ازاي؟ ام قال الحاجه الاساسيه في اللغه دي او البنيه الاساسيه هي البايت اللي هو بيرمز لحاجه معينه، يعني مثلا الالف بنرمز له بايت معين، الب بنرمز له بايت ثاني، الت بنرمز له بايت ثالث. كويس. البايت ده هنقسمه 8 اجزاء، كل جزء منهم اسمه بت، يبقى ده البايت اللي هو بيرمز لي للالف. كويس. في بايت معين بيرمز للالف، البايت ده نقسمه 8 اجزاء كل جزء منهم اسمه بت، كل بت ده اما واحد واما صفر. فعلى ذلك ممكن نمثل حرف الالف بالارقام اللي قدامك دي، 8 ارقام محطوطين جنب بعض كل واحد منهم يا اما واحد يا اما صفر، وعلى هذا الاساس بتقدر تكون بقى عدد ضخم جدا 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 من الرموز والارقام تقدر تتعامل معاها. يعني الالف الالف واحد واحد ثلاث اصفار واحد واحد صفر. كويس. طب الب ممكن نعمل واحد 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 صفرين واحد واحد صفر، يبقى نبدا نعدل في الحاجات دي. كويس. على هذا الاساس بقى بنبدا نعمل ايه نكون ونمثل البيانات الموجوده في الكمبيوتر، وبيتعمل بقى حاجات عالميه وحاجات دوليه للموضوع ده كل الناس بتبقى ماشيه عليه.
كويس، يبقى احنا عرفنا ان العمله الاساسيه للكمبيوتر او الحاجه الاساسيه اللي هو بيتعامل بيها، احنا بنحب نمثلها بالعمله اللي هي البايت. البايت ده هو الجنيه، هو الدولار، هو الريال بتاع الايه، بتاع الكمبيوتر. كويس، دي حاجه. طيب البايت ده بقى بيتكون من ايه؟ من الجنيه، بيتكون من مجموعه من القروش. البايت برضه بيتكون من مجموعه من البيتس. الجنيه فيه 100 قرش، الجنيه المصري فيه 100 قرش. كويس، طب البايت فيه كام بيت بقى؟ فيه 8 بس، خلاص زي ما احنا شايفينهم. يبقى كل واحد من دول بيت، هم على بعضهم الثمانية بيدوني البايت. يبقى البايت اللي هو الجنيه فيه 8 بيت. حلو، يبقى البايت ده الوحده الاساسيه لنا. البيت ده مش هنجيب سيرته خالص، البايت هو الوحده الاساسيه لنا، هو الجنيه. طيب ايه العمله الاكبر بقى؟ قال لك الكيلو بايت. الكيلو بايت دي اللي هي بتوازي ال 1000 جنيه، يعني الكيلو البايت ده واحد، طب الكيلو بايت ده 1000، بس مش 1000 قوي، لا ازيد من 1000 شويه. قال لك هتبقى 1024. هم لما جم يعملوا كمبيوتر بيعملوا حساباتهم ان هو 1024. كويس، بعد كده قال لك طب الميجا. الميجا بقى دي المليون، الميجا دي المليون. يبقى البايت ده واحد، الكيلو ده 1000، الميجا المليون. الميجا المليون اللي هي 1024 كيلو، يعني 1000 في 1000، ف 1024 في 1024. طبعا قلنا الكمبيوتر ما بيعرفش ال 1000، بيعرف 1024، ف 1024 في 1024 بايت، يعني ده واحد، ده طلبناه في 1024، يعني ده البايت. حلو، عشان نجيب الكيلو بايت ضربناه في 1024، عشان نجيب الميجا بايت ضربنا اللي فوق ايه اللي هو الكيلو بايت في 1024، بعدين الجيجا ضربناها كمان في 1024 عشان تبقى 1024 ميجا. يبقى كل واحده 1024 قد كل واحده قد اللي قبلها 1024 مره. كويس، بعد جيجا في حاجه اسمها التيرا 1024. تمام، التيرا ده موجود في ايه؟ موجود دلوقتي في الهاردات، الهارد ديسك بيوصل دلوقتي الواحد تيرا وبيتجاوز الموضوع ده. كويس، الوحدات دي كلها بقى اللي احنا طول ما احنا ماشيين يقول لك الرامات كذا كيلو بايت، كذا ميجا بايت، كذا جيجا بايت، كده كل حاجه من حاجات الانترنت اتطور بقى على مدار التاريخ. كنا الاول عاملين كذا، دلوقتي بقينا وصلنا لكذا. تمام، كلها ديت بتسمى بقى وحدات التخزين، ان الكمبيوتر ايه العمله اللي شغال بيها، الحاجه اللي هو بيخزن بيها. دي حاجه. تاني حاجه عايزين نعرفها في المصطلحات كمان، الهاردوير والسوفت وير. قلنا الهاردوير، قلنا ليه المكونات الماديه للجهاز، يعني الحاجات اللي انا اقدر المسها او اشوفها واتعامل معاها، زي الفاره والماوس والكيسه والكيبورد والمذر بورد والبروسيسور والحاجات دي كلها. السوفت وير هي البرامج اللي هو الجهاز، اللي هي مثلا زي برنامج الويندوز، ويندوز اكس بي او ويندوز 98، ده برنامج اللي هو اوبريتنج سيستم، برنامج بيشغل الجهاز. غير كده الاوفيس، مايكروسوفت اوفيس، غير كده البينت، غير كده الاوتوكاد، غير كده كل البرامج المختلفه ديت، دي برامج بتساعدني على ان انا اتعامل مع الجهاز، دي بنسميها سوفت وير. المكونات الماديه للجهاز دي بنقسمها لثلاث وحدات اساسيه، وحدات ادخال، وحدات اخراج، وحدات نظام اللي هي وحدات المعالجه. تمام، انبوت يونتس، اوت بوت يونتس، سيستم يونت. طبعا طول ما انا ماشي في بتاعنا بحاول افتح الموضوع معاك، وانت ايه بعد ما تتفرج على الفيديو بتاعي يبقى انت تقرا الكتاب، يعني الكتاب انا رافعه برضو على الانترنت وهو متوفر موجود على اكتر من موقع يعني. فانا يعني هعلق كده على الكلام اللي موجود، وانت لو حابب تستزيد او تذاكر الموضوع ده وتحفظه كويس يبقى ايه تقرا من الكتاب وتذاكر منه. وحدات الادخال هي الوحدات اللي انت بتدخل عن طريقها حاجه للجهاز، يعني بتدخل بيانات معينه، يعني مثلا انا عشان اكتب الحروف بدخلها عن طريق الكيبورد. تمام، طب الماوس ده بيدخل ايه؟ الماوس ده بيدخل اشارات ان انا بشير على حاجه معينه وبضغط عليها، فبيدخل لي برضه بيانات كاني ضغطت بايدي جوه الجهاز فدخلت حاجه. تمام، يبقى ده الماوس اللي هو الفاره، كيبورد اللي هي لوحه المفاتيح، السكانر بيدخل لي صوره من الورقه اللي انا حطيتها في قلب السكانر، او صوره شخصيه اللي هي ممكن احطها في قلب السكانر تقوم داخله تتعرض لي على الشاشه بتاعتي. القلم الضوئي اللايت بين ده انا بشخبط بيه على الشاشه واكتب بيه زي ما انا احب. عصا الالعاب اللي هي الجويستيك اللي هي بيلعبوا بيها الجيمز، المايكروفون اللي هو بس بدخل بيه الصوت، الكاميرا اللي هي بدخل بيها الصوره او الفيديو. وحدات الاخراج هي الوحدات اللي بتخرج لي حاجه من جوه الجهاز، زي السكرين الشاشه اللي هي مونيتور. المونيتور اللي هي الشاشه نفسها، الشاشه على بعضها كلها اسمها سكرين، اسمها مونيتور، الشاشه على بعضها كلها اسمها مونيتور. الجزء بقى الازاز او الجزء اللي انا ببص عليه بتفرج عليه على الصوره ده اسمه سكرين. الطبعه البرنتر دي بتطبع للورق طبعا، الرسمه البرنتر دي بتطبع الرسومات الهندسيه،
والمنحنيات والحاجات اللي هي اللي فيها شغل معقد يعني، طبعا ما بتكونش كويسه قوي في طباعته. السماعات السبيكرز بتخرج لنا الصوت. بعد كده السيستم يونت موجود جواها حاجات كتير. السيستم يونت مش كلها وحدات معالجه، في وحدات منها وحدات تخزين. يعني مثلا اللوحه الام دي ماذر بورد، ديت بتوصل اجهزه الكمبيوتر كلها بعضها. بعدين السي بي يو اللي هو السنتر بروسيسنج يونت اللي هي وحده المعالجه المركزيه اللي هو البروسيسور. وبعدين الذاكره المين ميموري اللي هي الرام والروم بنوعيها، طبعا رام وروم. القرص الثابت الصلب اللي هو الهارد ديسك اللي بنخزن عليه البيانات. وبعدين الفلوبي، يبقى ده من اول هنا تخزين بقى. الهارد ديسك ده تخزين، الفلوبي ديسك درايف ده بنحطه في قلبه ديسكات فلوبي بنخزن عليها. الليزر او الاوبتيكال ديسك اللي هي الاقراص الليزريه اللي هي سي دي ودي في دي. بعد كده عندك في حاجه اسمها الداتا باسز اللي هي في قلب اللوحه الام، بيبقى في مسارات كده بتبقى ماشيه فيها البيانات. وبعدين باور سبلاي بيدخل الكهرباء للجهاز وبيوزع الكهرباء على مكونات الجهاز. وبعدين الكروت بتاع الجهاز الادابتورز اللي موجوده عندي. وبعدين الكيس. كويس، في هنا تشبيه، هو مش تشبيه هو توضيح مش تشبيه، ان احنا لما بنقوله بيحصل لبس كتير على الناس والناس بترفضه. الانسان عباره عن جسد وروح، جسد وروح. الجسد ملموسه، الروح غير ملموسه. الكمبيوتر كذلك عباره عن هاردوير وسوفت وير. الهاردوير ملموس، السوفت وير مش ملموس. انما مش معنى كده ان انا بقارن لا سمح الله يعني استغفر الله العظيم ما بين السوفت وير وما بين الروح، او ما بين الهاردوير وما بين الجسد، لان ما ينفعش اقارن صنعه المخلوق بصنعه الخالق. اكيد طبعا يعني، بس قصدي احيانا لما التشبيه ده بيتقال قدام الناس يقول لك لا ده انتوا بتشبهوا السوفت وير بالروح اللي هي ربنا سبحانه وتعالى خلقها وقال ان هي من امره. طب ازاي نقارن ما بين الاثنين؟ دي مش حقيقه، احنا ما بنقارنش نهائي يعني. اللي بذكر المثل ده ارجو ان هو يتفهم على هذا الاساس، ان الانسان عباره عن جسد وروح، الكمبيوتر عباره عن هارد وير وسوفت وير. الهارد وير ملموس، السوفت وير مش ملموس. الجسد ملموسه، الروح مش ملموس، بس لا اكثر ولا اقل. انما انا لا اقارن ما بينهم، انا بوضح بان الكمبيوتر عباره عن هارد وير وسوفت وير زي ما حضراتكم شفتوا. وعايز ادخل كل واحده بقى في كتاب ماشي معاك، اسم الجهاز او القطعه ووظيفته وطريقه شبكها في الجهاز، يعني طريقه توصيل الجهاز وضروري ان الجهاز يشتغل ولا لا. فطبعا بيقول لك الكيبورد، كيبورد المنفذين اللي شغالين دلوقتي هما البي اس 2 اللي هو المدور ده، واليو اس بي الفاره برضو، البي اس 2 واليو اس بي، هما دول الاساسيين. كويس، طبعا انت ايه اللي عايز يتوسع وعايز يذاكر الحاجات دي بشكل اكتر يبقى اقراها من الكتاب، احنا هنبص عليها بنمر عليها مره سريعه كده. السكانر وده غالبا بيبقى يو اس بي برضو، تمام، ممكن يبقى بره البورد غالبا يعني. الحاجات الحديثه كلها بتبقى يو اس بي، لان يو اس بي نوع عبقري من الوصلات، واقول السبب حالا ليه. اللايت بين ده بيبقى من السيريال بورد واكيد عملوا منه يو اس بي. الجويستيك برضو بيبقى فيه حاجه اسمها الجيم بورت كده بتبقى موجوده، بتلاقي نفس شكل الفتحه دي. الميكروفون عشان ندخل الصوت للكمبيوتر، الميكروفون بيبقى له فتحه مدوره هو والسماعات، بيبقى جنب السماعات، بيبقوا ثلاث فتحات او ست فتحات جنب بعض عشان يخرجوا الصوت. الكاميرا بتبقى يو اس بي. وحدات اخراج الشاشه بتتوصل عن طريق كابل خاص بالماذر بورد. الطابعه بتتوصل يا اما بالباور بورد يا اما بالسيريال بورد يا اما باليو اس بي غالبا دلوقتي. البلوتر برضو زي الطابعه. السماعات بيبقى لها فتحه خاصه، هنشوف الحاجات دي حالا. وحده النظام اللي هي سيستم يونت اللي هي الكيسه، لما بتتجمع بتبقى الكيسه كلها على بعضها بمحتويات اسمها سيستم يونت. فلها وضعين، ديسك توب، والوضع الثاني تاور كيس. الديسك توب اللي هي الكيسه هتبقى محطوطه بالوضعيه اللي حضراتكم شايفينها دي وفيها الايه؟ الشاشه. التاور اللي هي الكيسه هتبقى محطوطه جنب الشاشه كده. دي طبعا الوضعيه الحديثه، دي الوضعيه القديمه. الكيسه لها نوعين، او الباور اللي جوه الكيسه الكهرباء او الباور سبلاي له نظامين، اي تي ده النظام القديم، اي تي اكس. الفرق ما بينهم ازاي؟ لو انت قعدت على جهاز قديم هتلاقي لما تيجي تعمل الجهاز تيرن اوف هيجي يقول لك الجهاز امن دلوقتي انك تفصل الكهرباء، تمام. انما الاي تي اكس بيقفل وخلاص، يعني بيقفل من ديك الاشاره، من غير ما ديك الاشاره دي. دي اشهر حاجه مفرقه ما بين الاي تي والاي تي اكس. الاي تي اكس ده بقى حصل منه تحديثات يعني، بعد كده اتطور هو كمان، بس كلهم مبنيين على الاي تي اكس يعني.
الوصلات الخارجيه. الوصلات الخارجيه دي نوعين، فيميل كونكتورز وميل كونكتورز. الفيميل اللي فيها فتحات، الميل اللي طالع منها سنون، يعني الفيميل فيها فتحات انما الميل فيها ايه؟ سنون. نبص بقى على الموضوع هنا، لو جبنا الكيسه من ورا هنلاقي ان في اتنين بي اس 2 هنا، واحده بتاعت الكيبورد، واحده بتاعت المذر، واحده بتاعت واحده بتاعت الكيبورد، واحده بتاعت الماوس. اهو كل واحده فيهم 6 سنون، اتنين زي بعض بالظبط. عشان كده الشركه بتلون ده بلون معين، مثلا بتلون بتاع الكيبورد بلون بنفسجي، وتلاقي السلك نفسه البتاع ديت لونها بنفسجي، يعني بتاع الكيبورد هتلاقي لونها ايه؟ بنفسجي. دي لونها بنفسجي، والفتحه نفسها لونها بنفسجي، بتحط البنفسجي في قلب البنفسجي مثلا. يعني بتاع الفار يبقى مثلا بيبقى اسود او بيبقى لون اخضر، يبقى تحط الاخضر في قلب الاخضر، كل حاجه بتحطها في قلب لونها يعني عشان يسهلوا عليك الموضوع. يبقى ده اسمه بي اس 2. بي اس 2 بيوصلوا، واحد منهم بيوصل الكيبورد، واحد منهم بيوصل الماوس، وهتلاقي مرسوم على بتاع الكيبورد كيبورد، وعلى بتاع الماوس ماوس. كويس. بعد كده ثلاثة السيريال بورد، دولت النوعين بتوع السيريال بورد موجودين فوق بعض، واحد 9 سنون، واحد 25 سنة، ممكن نوصل بيهم حاجات كتير، بس طبعا الوصلة دي عادة قديمة شوية. البارا بورد دي كانوا زمان بيوصلوا بينها الطبعة، اللي هي 25 ايه؟ 25 سنة. اهو يبقى ده السيريال بورد موجودين جنب بعض، وده البارلل بورد. تمام. وبعدين عندك الشاشه اللي هي 15 ايه، طبعا المنفذ بتاع الشاشه اهو، تمام، ده موجود 15 سنة. وبعدين عندك موصل الكهرباء رقم 6، كل حاجه طبعا لها رقم، والرقم ده موجود على الرسم. رقم 6 ده عشان نوصل هنا، نوصل نوصل الكهرباء للايه؟ للكيس. تمام. بعد كده عندك 7 اللي هو بتاع الصوت. انا عندي الصوت بيبقوا 3 جنب بعض اهو، ادي 1 2 3، اللي في الوسط بيتوصل بالايه؟ بالسماعات. كويس. التانيين واحد منهم عشان نوصله بالمايك، واحد منهم تاني عشان نوصله بجهاز بيصدر صوت. يعني ممكن يكون انا موصل مثلا راديو بالكمبيوتر، كويس، يبقى انا هاخد من وصله من الراديو او محطتها جوه الايه؟ جوه الكمبيوتر عن طريق الفتحه التانيه دي. يبقى هما 3 فتحات، فتحه منهم اللي في الوسط بتبقى للسماعات عشان تخرج صوت، وفتحه بتبقى للمايك عشان تدخل صوت، وفتحه لللاين ان اللي هو خط جاي من حاجه بتصدر صوت زي التلفزيون او زي الراديو، بنوصلها عشان تسجل صوت على الكمبيوتر. كويس. 9 طبعا 8 الجويستيك اللي هو العلامه الفتحه بتاع الجويستيك ده عشان نوصل بيها الايه؟ الجويستيك. ممكن الجويستيك يبقى متوصل يو اس بي عادي، طبعا الكيسه اللي قدامنا دي كيسه قديمه ما فيهاش يو اس بي. بعد كده المودم، الفتحه بتاع المودم تحت. بعد كده عندك لا ده والله فيها يو سي بي. فين 10؟ فوق اهو، انا ما خدتش بالي منه. بس قصدي المذر دي قديم، المذر الحديثه بيبقى فيها يو اس بي اكتر. اليونيفرسال سيريال باس. ميزه اليو اس بي ايه واللي بيخليه حاجه عبقريه؟ ان فتحه اليو اس بي الواحده ده اهي اقدر اوصل بيها 27 جهاز. يعني ايه 27 جهاز؟ يعني اقدر اوصل بيها بالجهاز الواحد، كمبيوتر واحد 27 مثلا، اقدر اوصل بكمبيوتر واحد 27 برينتر او 27 سكانر. ازاي؟ اهوم جايب بتاع اليو اس بي واحده، سلك واحد طالع منه 127، اقوم جايب منه ده ومطلع منه 127، ال 127 يشتغلوا مع بعض، يعني الجهاز يتوصل ب 127 حاجه في نفس الوقت. اليو اس بي معمول على انها تستحمل العدد ده، انما حاجات كتير من الحاجات اللي قدامنا دي بتشيل حاجه واحده بس او حاجتين او ثلاثه او 10. كويس. انما مفيش حاجه بتوصل فيهم 127، فعشان كده اليو اس بي حاجه اختراع عبقري. طبعا انت لو جبت واحده بس سلك طالع منه 6 يو اس بي، يعني سلك وصلته بده وطلعت منه 6 يو اس بي، هيكفوك جدا. تمام. زائد ان المذر بورد ممكن تبقى جايب 6 او ب 8 او ب 10 يو اس بي، هيكفوك من غير ما تحتاج توصل حاجه ثانيه. بعدين عندك 11 اللي هي الار جي 45. ايه فتحه الار جي بقى 45 دي؟ الفتحه دي اللي احنا بنوصل بيها الكيبل بتاع النت، اللي هو النوع اللي بنسميه تويستد بير، اللي هو كابل النت، اللي هو ايه؟ السلك اللي جواه 8 سلوك ملونين ملفوفين على بعض. كويس. ده اللي بيسموه تويستد بير. وبعدين فتحه بتاعت السكازي بورت اللي هي رقم 12. الوصلات الداخليه في الجهاز طبعا اللي هي ده كابل الداتا، ده الوصله بتاع الاي دي اي اللي هي بتتكون من 40 سنه، بنوصل بيها بقى لحاجات زي الهارد ديسك وزي الاي سي دي والدي في دي.
34 سن ده عشان نوصل بيه ايه الفلوبي ديسك ال 34 سن. ها غالبا الكيسه الحديثه ما كانتش بيجي معاها فلوبي، عاد بيجي معاها اي دي اي بس. ده المتوازي البارالل وده السيريال. دي الفتحه بتاع البارالل لو بصينا عليها اللي هي 26 سنه ممكن يوصل ايه حاجات كتير زي اللي شفناها فوق، وده بيجي في قلب اللوحه الام. طبعا كل الفتحات دي بتيجي في قلب اللي هي اللوحه الام، سواء من ورا او في قلبها نفسها. كويس. السيريال زي ما شفناه اهو بيجي برضو من في قلب اللوحه الام. دي وصلت الايه البين كونكتورز عشان نوصل بيها الايه اللي هي الزرار بتاع الباور، وزير الطاقة أو لمبة القرص الصلب لو احتاجنا نوصلها كده، وممكن نحتاج توصلها بتوصيلات تانية. وكذلك بيبقى في واحد لل اسمه ايه ده للمروحة بتاعة البروسيسور. وحدة اللوحة الأم اللي هي المذر بورد زي ما شايفين شكلها، بيبقى موجود فيها حاجات كتير. أهمية المذر بورد بقى نقرا الحتة دي مع بعض. تسمح لجميع أجزاء الجهاز بتعاون مع بعضها البعض وتبادل البيانات في سبيل إنجاز عمل مطلوب. يعني بتوصل كل حاجة مع بعض وتخليهم بيشتغلوا كفريق عمل كله مع بعض. التنسيق ما بين هذه الأجزاء بحيث إن إحنا ما ندخلش على بعض، ما يبقاش واحد شغال سريع أو واحد بطيء أوي، لا الكل يبقى شغال مع بعض. تقوم بعمليات الإدخال والإخراج الأساسية من القرص الصلب والطبعة اللي هي بتوفر لك عملية الإدخال والإخراج. بتحدد اللوحة الأم هي اللي بتحدد النوع وسرعة المعالج. يعني ما أقدرش أجيب لوحة أم قديمة أركب عليها معالج بروسيسور حديث، لا الاتنين ولازم نمشي مع بعض. تمام. وكذلك نوع الرامه، يعني انا بشتري اللوحه الام اشوفها اذا كانت قديمه او جديده، او اذا كانت نوعها النوع الفلاني اللي لسه نازل، او نوعها اللي بقاله شهر، او نوعها اللي بقاله سنه في السوق. اشوف على اساسه بقى الايه نوع الرامه ونوع البروسيسور اللي انا ممكن اجيبه وسرعه البروسيسور اللي هي ممكن تستحملها، وكذلك عدد الرامات او كذلك مساحه الرامات. يعني ممكن ايه يقول لك ده المذر بورد دي ما بيشيلش غير 4 جيجا رام، ما بتشيلش غير 8 جيجا رام، ما تقدرش تشيل اكتر من كده، اكتر من كده مش هتقراها. تمام. طبعا اللوحه الام كل ما بتبقى امكانياتها عاليه كل ما بتزود سرعه الجهاز. اللوحه الام كذلك بتحدد نوعيه الاجهزه المحققه اللي انت ممكن تستخدمها، لما بيكون في يو اس بي موجود او كده بيسهل لك عليك الموضوع ده. جودتها طبعا بتاثر في ايه في سرعه الجهاز. تركيبه اللوحه الام، لما ببص على اللوحه الام الاقي ان ايه موجود فيها حاجة مهمة أوي اسمها رقاقة البايوس. هنبص على الأجزاء المهم المختلفة. هو عامل لك تحت شكل تخيلي كده للوحة الأم، فقال لك أول حاجة فتحة الأي دي إي والأي دي إي سكندري اللي هم موصل بيهم الإيه الاتنين. أدي واحد ده، واحدة فيهم مين، واحدة فيهم سكندري، واحدة فيهم أساسية برايمري، واحدة فيهم إيه سكندري اللي هم موصل بيهم. واحدة بنوصل بيها الهارد، واحدة بنوصل بيها الإيه السي دي او دي في دي. وبعدين في واحده الفلوبي دي رقم 2 جنبهم وصل بيها الفلوبي. بعدين 3 عندك بنوصل بيها الميموري اللي هي الايه اللي بنحط فيها الرامات، بنك الرامات. 4 بنحط فيها الايه الكيبورد. 4 و5 دول بيبقوا الاثنين جنب بعض، يعني مش معنى انهم حاطين كده ان هما واحده فوق واحده تحت، الاثنين بيبقوا جنب بعض. 4 و5 واحده الكيبورد واحده الماوس. وبعدين ال ال بي تي 1 بورت اللي هي رقم 6 ديت بتبقى فاتحه طوله كده للايه للطابعات اللي كانت قديمه. وبعدين عندنا 7 اللي هي السلوت اكسبانشن، فتحات التوسعه. فتحات التوسعه ديت ايه اللي هي البي سي اي، اي حاجه جديده اي كارت جديد بتجيبه بيكون غالبا بي سي اي بتوصله فتحات التوسعه، عشان كده عامل لك 4 فتحات بحيث لو حبيت تزود اي نوع من او حاجه من انواع الكروت الموجوده والمتداوله ممكن يبقى كارت لان، كارت لان وايرلس، كارت اللي هو الشبكه اللي بيعمل لك شبكه وبيدخلك على الانترنت، ممكن يبقى بالسلك او من غير سلك اللي هو بنسميه الوايرلس. ممكن تحب تجيب كارت الشاشه بي سي اي برضو كده. 8 فتحة الطاقه الخاصه باللوحه الام. فين 8 اهي دي بنوصل ايه الباور باللوحه الام. 9 للتشيبات اللي موجوده مع اللوحه الام اللي هي بتبقى مدمجه في قلبها. 9 اهي التشيبات اهي. كويس. 10 البايوس. 11 السيموس، الاثنين بيبقوا جنب بعض. طبعا هيشرحهم تفصيليا البايوس والسيموس بعد كده، بايوس والسيموس بعد كده وهم اختصار لايه وكده هنشوفهم. بعد كده 12 البروسيسور سوكت اهي الفتحه بتاع البروسيسور. و 13 الجامبرز وسط العبور. فين 13 اهي دي كمان الجامبرز اللي بتبقى موجوده هنا ديت. بيبقى لها فايده مهمه جدا، وهي ان هي بتفضلي الكهرباء اللي في قلب
المذر بورد، فممكن يكون حصل صوره من صور الافلات الكهربيه يعني في قلب المذر بورد. فانت لو شلت الجامبر ده وحطيته في الوضعيه التانيه، هو بيقول وضعيتين، شلته من وضعيته وحطيته في وضعيه تانيه وبعدين رجعته لوضعيته التاني، بيبدا الايه المذر بورد تظبط. هنبدا نخش على البايوس، هنقرا بس الكلمتين اللي هو كاتبهم على البايوس لحد هنا، لحد صفحه 18، ونقف النهارده لحد صفحه 18. الصفحتين دول مهمين جدا، انه بيتكلم على البايوس، قال كلام مهم قوي. البايوس اللي هو نظام الادخال والاخراج الاساسي، ده ترجمته بالعربي، اللي هو اختصار ليه بيزك انبوت اوت بوت سيستم. بيزك يعني اساسي، انبوت ادخال، اوت بوت اخراج، سيستم نظام، نظام الادخال والاخراج الاساسي. يعني ايه بقى الموضوع ده؟ البايوس ده هيشرحه هو من خلال الكلام وانا هوضحه اكتر. لما بتضغط على زرار التشغيل في الكمبيوتر اللي هو زرار الباور، بتسمع صوت كده تكه، ان تكه كده بتقول لك ان الجهاز، معنى التكه ديت ان الجهاز كله سليم. صوت نغمه معلنه تمديد تشغيل الجهاز، ومن ثم تصل بعد ما عملت الشاشه، بعد كده بيجي لك مجموعه من الشاشات السوداء ورا بعضها لحد ما تخش على الويندوز. الشاشات السوداء بيبقى من ضمنها الشاشات بتبقى فيها مواصفات الجهاز، وفي بروسيسور ايه، وفي هارد ديسك ايه، وفي رامات ايه كده. عند تشغيل الجهاز فان الجهاز يقوم بعمل حاجه بيسميها البوست. دي برضه مصطلح لازم نعرفه. يعني ايه بوست؟ باور اون سيلف تيست. يعني ايه باور اون سيلف تيست؟ يعني الجهاز بيشيك على نفسه، بيفحص نفسه ذاتيا، بيشوف اذا كان في حاجه فيه مش مظبوطه ولا لا، في حاجه في الهاردوير بتاعه مش مظبوطه ولا لا، حاجه ناقصه، حاجه اتشالت، حاجه اتفكت، حاجه اتركبت، حاجه جديده كده. يبقى الجهاز بيعمل فحص ذاتي عند التشغيل. ده اول شيء بيعمله الكمبيوتر اول ما انت بتعمل الجهاز. ده ما انت بتعمل توصل الكهرباء وتشغل الجهاز، بيعمل عمليه البوست دي، بفحص اجزائه، بيشوف الرامات، بيشوف اذا كان حاجه منها اتشالت، حاجه منها معلقه كده. وبتشوف طبعا طول ما انت ماشي مقدار الرامات عندك. لو لقى غلطه في الحاجات دي، يعني مثلا لو لقى انك شال الرامات خالص، بيصدر لك صوت معين. يعني هو بيعمل بوست بيصدر معاه حاجه بيسميها البيب كود، بيصدر لك صوت اللي هي صوت جرس. لو شلت الرامات هتلاقي عامل لك صوت عالي كده متتالي، رنه معروفه قوي كده، ان هو الجهاز ايه، تحس ان مديك انذار خطر، ان الجهاز ما فيهوش رامات كويس. يبقى انت تعرف ان الجهاز لا اما الرامات بتاعته معلقه، لا اما الرامات بتاعته محروقه، لا اما الرامات بتاعته مش موجوده اصلا. تمام. لو وجد اي غلط بيبدا يتصرف حسب الخطوره، بينبهك عن طريق رسائل تحذيريه اللي هي بالصوت اللي هي البيب كود، ينبه المستخدم للخلل. البيب كود دي المفروض انت تحفظها، يا اما واحده فيهم بتاعت الرامات بس، هما كذا واحده حوالي 10 20 30 بتلاقيهم في الموقع بتاع الشركه. كل رنه معينه ممكن تبقى الرنه رنات متتاليه، او رنات متقطعه، او رنات متتاليه ثم رنات متقطعه كده. الرنات او الاصوات دي اللي هي البيب ديت، اصوات الاجراس ديت، كل رنه لها معنى. اشهرهم خالص اللي هتسمعها كتير بتاعت الرامه، انما في رنات تانية معناها ان كذا مش مظبوط، كذا كهربا مش مظبوطه، مش عارف ايه، اي حاجه من حاجه من الحاجات اللي موجوده ديت ايه مش مظبوطه زي ما انت زي ما الجهاز المفروض يكون موجود. يقوم نظام التشغيل بفحص جميع الاجهزه الموجوده، وبعدين يشوف اذا في اي مشكله بيقول لك. تمام. المعلومات بتاعت الجهاز بتاعتك متخزنه في حاجه بنسميها السيموس، اللي هي البطاريه بتاعت الجهاز. كل المعلومات بما في ذلك الساعه والتايم، والديت التاريخ والوقت، وبيانات الجهاز بتاعك وكلمه السر بتاعته، وكل حاجه متخزنه في السيموس دي. لو اتشالت واتحطت، اتفصل عنها كهرباء ورجعت تاني بالشكل ده، اتشالت من الجهاز وتركبت تاني، بكل علامه بتنسي. السيموس دي بتساعد الجهاز على انه يقوم، على انه يقف على رجليه. يبقى ده في تداخل هنا ما بين البايوس والسيموس. البايوس والسيموس بيعملوا مع بعض عمليه البوست اون سيلف تيست، والسيموس دي بيكون متخزن على البيانات بتاع الجهاز بتاعك، بتساعدك بقى بعد كده على ان هي بتدور لك على نظام التشغيل اللي عندك على الجهاز. الويندوز ده موجود فين؟ بتجيبه من عند من على الهارد، تقول طب انت هتشتغل. يعني الاول البايوس ده بيقوم بالجهاز، بيقوم بالجهاز، يعني هو ده نظام تشغيل، مش يعني صوره من صور نظام تشغيل الجهاز اللي جايه مع المذر بورد، يعني بيبقى جاي جاهز مع المذر بورد عشان الجهاز يقوم يقف على رجليه. اول ما الجهاز يقوم يقف بقى يستلم منه الويندوز، بعد كده يسلمه مهمه التحكم في الجهاز. لا تنتهي مهمه البايوس هنا، بل تستند لمهمات الادخال والاخراج في حسب طول الفتره. يعني طول ما انت شغال البايوس شغال معاك، مش معنى كده ان البايوس قام بالجهاز ان هو بعد كده يسيب الجهاز، لا، بيشتغل جنب لجنب مع نظام التشغيل في كل حاجه متعلقه بالادخال والاخراج. يعني اي حاجه فيها ادخال او اخراج بيانات بيشتغل فيها البايوس. البايوس مهمته الاساسيه ان هو يستقبل الاوامر الخاصه بالادخال والاخراج ويقوم